مثل العادة، تحية طيبة لكل المشاهدين. صوت جيد ومليح، راني مقش اليوم. الزول أهلا، السلام، 5 على 5، شكرا، السلام عليكم. السلام، نعم، صوت ممتاز، شكرا، الصوت جيد. صح سي بشير، انا كي اضرب بشير خلاص، الوحيد اللي كيقف هو البشير، خاشي الاخر كاع ما اضرب في ناقص واحد. راني نقصر معاكم، راك نمزح معاك، كلكم احبابي وكلكم نعزكم وكلكم نحترمكم. اللي يحترمني نحترمه، اللي ما يحترمنيش نبلوكيه ونقول روح بعدني، ما نحوس ريموت. السلام عليكم من جديد. اليوم بث مباشر يعني مميز. بصراحة دائما باش نكون معكم صريح، أصعب شيء في التلفزيون يعني أو في السمع البصري هو البث المباشر، لأنه مهما تكون عندك، مهما تكون عندك يعني قوة شخصية، مهما يكون عندك حضور، مهما يكون عندك تحضير للمادة الإعلامية اللي راح تتكلم فيها، في البث المباشر خاصة في الدقائق الأخيرة توصلك بعض المعلومات اللي تخلط لك البرنامج تاعك، وبالتالي يتخلطوا لك المعلومات، خاصة اليوم، اليوم بالذات معلومات كثيفة. عبيها قلت لكم راح يكون بث مباشر مميز. أولا طبعا أول شيء مثل ما راكم تشوفوا في الصورة اللي راهي خلفي، محاكمة أفراد العصابة. أفراد العصابة واحد هاهم مخبي مورايا، راهو واسمه هذاك طلطاقرا من اللور اللي يزحنون منا وجمعاهم منا. أفراد العصابة هذا هو اليوم محاكمة. أولا المحاكمة هذه مسرحية ومهزلة يراد من خلالها شغل القاشي والشعب العظيم، يشغلوه بأمر تافه، يشدوا به سمانة ولا 10 أيام، والله هما راهم يقضوا في صوالحهم في تحضير الانتخابات الرئاسية. هذا هو المحاكمة، ما زالت مستمرة لغاية اللحظة. أنا قبل ما ندخل يعني البث المباشر الاستوديو، الساعة 9 إلا 5 دقائق كان مازال المحاكمة مستمرة، نظن مازالت لحد الآن وراها تستمر إلى ساعات متأخرة، ممكن حتى ل 10 11 12 تاع الليل. المعلومات اللي عندي هي عن الفترة الصباحية إلى غاية الساعة 1، ومن بعد رفعوا الجلسة استراحة ومن بعد رجعوا. أنا المعلومات اللي عندي الفترة الصباحية من اللي بدات حتى للساعة 1 تقريبا. الفترة المسائية بصراحة ما عنديش معلومات، لكن معلومات رسمية نتكلم، لكن تطريش كلام هو انه من الصباح وهم يسمعوا فقط في يعني في اتهامات النيابه. يعني وكيل الجمهوريه او النائب العام العسكري كان يقدم في التهم ويقرا على المتهمين. لحد الان يعني ما زال واحد ما تكلم من المتهمين، لا سعيد بوتفليقه ولا الفريق توفيق ولا طرطاق ولا لويزا حنون. الشيء اللافت للانتباه حسب المعلومات اللي وصلتني هو انه الفريق توفيق جابوه في كرسي متحرك لانه مريض في حاله يعني صعبه جدا، وضعه الصحي لا يسمح له بالمشي، بالاضافه كما قلنا اللي دار عمليه على كتفه، والرعايه الصحيه منعدمه، ما عندوش يعني رعايه صحيه لا هو ولا طرطاق ولا لويزا حنون ولا السعيد، كلهم ما عندهمش رعايه صحيه لازمه، عندهم طبيب نتاع العياده يجي مره على مره، لكن ما عندهمش اطباء اخصائيين خاصه على امراضهم وسنهم المتقدم وحساسيه الامراض اللي عندهم كل واحد المرض نتاعو. اذا الرعايه الصحيه منعدمه، اذا الوضع الصحي نتاع المساجين متدهور، الوضع النفسي او الحاله النفسيه نتاعهم حسب المعلومات كانت معنوياتهم مرتفعه لانهم واثقين من انفسهم انهم يعني تهم باطله. النقطة الثانية حبيت ننبه أنه بالفعل هناك بث مباشر، نعم يوجد بث مباشر من قاعة المحكمة إلى خارج المحكمة، لكن ماهوش البث المباشر للشعب العظيم ولا للقاشي الراشي ولا للعيشة. البث المباشر موجه إلى وزارة الدفاع، إلى قائد الأركان ومجموعة من الجنرالات قاعدين معاه، راهم يتفرجوا في البث المباشر وكأنهم حاضرين في المحكمة. قائد الأركان ما حضرش البليدة، لكن نقلوا له المحكمة عن طريق البث المباشر، تقنية البث المباشر، نقلوا له المحاكمة مباشرة إلى وزارة الدفاع مع مجموعة من الجنرالات معاه في وزارة الدفاع. إذا هذه هي المعلومة أن البث المباشر بالفعل موجود، لكن مخصص إلى
قيادة الأركان وليس للشعب العظيم. النقاط الأساسية لحد الصبح يعني على يعني على الكلام النائب العسكري، النائب العام العسكري اللي كان يقدم يعني لائحة اتهامات ضد المتهمين، لا يوجد أي اتهام بخصوص التخابر مع جهات أجنبية أو اجتماع مع مصالح أمنية خارجية أو مع سفراء أو مع أي شيء، لا يوجد بالبند نهائيا. يعني في اتهامات النيابة العسكرية ما كانش اتهام أنهم تخابروا مع ناس، ولكن ما كان يقول القايد صالح وتقول بعض الصحافة أنه تخابر. النيابة العسكرية لم تقل أي اتهام، لم تقل أنه فيه تخابر أو اجتماع مع مخابرات أو مع سفراء أو مع شيء، يعني هذه التهمة غير موجودة أصلا. النقطة الثانية، كل هذه الاتهامات وكل هذا السجن وهذا الكلام كله مستند أو مستند على نقطة واحدة أساسية، وهي شهادة الرئيس السابق لمين زروال من خلال الرسالة التي نشرها في جريدة الوطن وجريدة الخبر. يعني النيابة العسكرية تحركت تلقائيا بعد رسالة رئيس الجمهورية السابق لمين زروال التي نشرها في جريدة الخبر وجريدة الوطن. النيابة العسكرية تحركت تلقائيا، طبعا هي بمهماز لكن قانونيا نقولوا تحركت تلقائيا بناء على رسالة رئيس الجمهورية السابق لمين زروال. وبالتالي الشاهد الوحيد في القضية والقضية مستندة كامل على تصريح لمين زروال. لمين زروال لم يحضر في المحكمة لأنه لم يتم استدعائه كشاهد، لكن هو مذكور في لائحة الاتهام أنه هو بناء على رسالة رئيس الجمهورية لمين زروال. إذن النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي استند عليها دفاع المتهم، يعني الدفاع اللي هو قسنطيني وبعض المحامين معاه، قاطعوا النائب العام قالوا له اسمح لنا سيد النائب العام، ما دامك تقول باللي القضية كلها مستندة على رسالة رئيس الجمهورية لمين زروال، إذن نطالب بتأجيل المحاكمة إلى غاية حضور الشاهد الرئيسي اللي هو لمين زروال أولا، ثانيا الرعاية الصحية، يعني المتهمين حالتهم الصحية لا تسمح لهم بالدفاع على أنفسهم أو الحضور إلى الجلسة، وضعهم الصحي خطير، لازم نطلبوا يعني رعاية صحية وكشف طبي أمام المحكمة. والنقطة الثالثة نطالب بنقل المحاكمة من المحكمة العسكرية إلى المحكمة المدنية لأنها لا تتوفر على شروط المحاكمة العادلة داخل المحكمة العسكرية. هذو ثلاث نقاط، لكن النقطة الأساسية وهي حضور الشاهد الرئيسي أو الشاهد الرئيس وهو لمين زروال رئيس الجمهورية السابق. طبعا النيابة ورئيس المحكمة دخلوا في المداولات، قال اسمحونا نشوفوا، دخلوا بعد كده خرجوا قال لهم نرفض، المحكمة ترفض طلبات النيابة وبالتالي نستمر في المحاكمة. كي استمروا في المحاكمة لحد الآن ما عندناش معلومات، إلى هنا المعلومات ما كاش. نقطة ثانية بالنسبة للتهم اللي متهمة بها لويزا حنون، لويزا حنون ليست متهمة بالتخابر ولا الاجتماع مع العصابة لأنها اجتمعت مع توفيق في جنان الميثاق، لكن مع الباقي طرطاق والأخرين ما عندهاش اجتماع. هي متهمة بإجراء مكالمات تليفونية مع السعيد بوتفليقة، عدد المكالمات 8، 8 مكالمات مسجلينهم هضرت مع السعيد بوتفليقة، من بين الكلام أنها شجعت السعيد بوتفليقة على إقالة قائد الأركان نائب وزير الدفاع، قال لها واش رأيك وكذا، وقالت له تهنى منه، قالت له دير أحسن حاجة تنحي القايد صالح تهني روحك تهنينا. هذه هي التهمة الأساسية، أنها تحريض على إقالة قائد الأركان نائب وزير الدفاع، هذه هي تهمة لويزا حنون الأساسية. النقطة الثانية الأساسية في المكالمات، المكالمات كاين زوج مع الفريق توفيق. المكالمة الأولى ما بين السعيد وفريق توفيق هو أنه الفريق توفيق يقول للسعيد بوتفليقة أنه وصيتكم أنت وخوك وقلت لكم نحيوه في 2014 وما سمعتوش كلامي، إذا أدفعوا الثمن. هذه المكالمة هذه حاطينها ك اتهام أنه الفريق توفيق يحرض على إقالة قائد الأركان، هذه مكالمة مسجلة. المكالمة الثانية
سعيد بوتفليقه اللي حطوها في المحكمه وداروها بين قوسين لكن المحامين قراوها. سعيد بوتفليقه يقول للتوفيق يقول له انه هذا الفلان تي 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 على قائد الاركان، الرئيس في وضع صحي خطير، البلاد غارقه داخله في حيط، وهو قاعد ينظم في سهره في ورقله الامير تي 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 جاء من الامارات وجاب له سهره فيها الرقصات والقنيات وكذا. والمؤسف هذه الكلمه اللي غابته قائد الاركان انه بعث طياره عسكريه الى بجايه، اسمحوا لي ناس بجايه لانه هذا الكلام صحيح، بعث طائره الى بجايه جابت 20 بنت قاصر، 20 طفله مينور قاصر جابوهم من بجايه من المراكز التعتيشي وبجايه جابوهم باش ينظموا سهره شطيح وسهره للامير تي 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 في ورقله. هذا الكلام هذايا هو اللي خلط وقلب الطابله، ويعني اعتبروا قائد الاركان واعتبرته القياده العسكريه اهانه وتجسس على قائد الاركان، وبالتالي يجب محاكمه هذه العصابه. انا من البدايه كنت نقول لكم وانا صريح كنت نقول لكم ان القضيه قضيه تسفيه حسابات ما عندها حتى علاقه بالمساس بامن الدوله. اولا القضيه اللي كانوا يتكلمون عليها انه تخابر واجتماع مع سفراء ومصالح اجنبيه وكذا وكذا، اظهر انه ما كانش منه، النيابه العسكريه لم تذكر، وراح تقراوهم بعد في الصحافه. انا اعطيت لكم الخبر هذا وغدوه تقراوه في الصحافه ما تم تسريبه وتسمعوه من المحامين، لا يوجد اي كلام. الصحافه كانوا يقول لك من بين المتهمين عمر بن يونس وعمار غول وفلان وفلان، لا يوجد اي اسم من هذه الاسماء في المحكمه العسكريه، ما كانش. الوحيد اللي مذكور في محاضر الضبطيه القضائيه وفي محاضر النيابه العسكريه هو رئيس الجمهورية السابق لمين؟ زروال. حتى زروال حتى خالد نزار مش مذكور، ما مش ذاكرينه في الاتهامات، ذاكرين رسالة رئيس الجمهورية لمين؟ زروال. إذا ما قريتوه وتسمعوه قلنا لكم أخطوكم من الذباب، أخطوكم القطوطة، أخطوكم الكلاب، اسمعوا من مصادر رسمية بالأدلة. لا راه يقول لكم فيها كلام بن زديرة السعيد والحمد لله لا 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 أزكي نفسي، رايحين تاكدوا منه بعد ايامات، وكل الكلام اللي قلت لكم راكم تاكدتوا منه. الان النقطة الأساسية نعاود نرجعوا يعني من قضية المحاكمة. الدوري اوكي. هذه بالنسبة للمحاكمة ونخلوها لقادم الأيام. معليش اسمحونا. نتكلموا الآن على النقطة الأساسية، علاش قلت لكم أنا كاين تخدير للرأي العام وتغليط للرأي العام. قبل ما نتكلم على قضية غديري بالتفصيل لأنه موضوعنا الأساسي هو غديري، نتكلم على هذه الجنرالات. إذا تذكروا قائد الأركان في خطاب رسمي منش عارف الناحية الخامسة ولا الرابعة ولا السادسة يقول أنه وصلتني ملفات على هذا الفاسدين وأموال وملايير وكقريتها تخلعت وهذو في مجرمين وهذو كذا ونهبوا أموال الدولة وكذا وكذا، احنا قلنا بالله راح نديرهم إعدام. ها من الناس اللي بس عليهم برا. ظهر أن التقارير اللي وصلت للقايد صالح اللي كتبها له الجنرال كانيش كمال كانيش كلها تقارير مزوره، والدليل انه نحى الجنرال كمال كانيش لكن قائد الاركان سي القايد صالح ما كانتش عنده الشجاعه انه يعترف للشعب الجزائري ويقول لهم يا الشعب انا غلطت، غلطوني اسمحوا لي، راني ظلمت الجنرالات هذولهم قدامكم، راني ظلمتهم، راني ظلمتهم اسمحوا لي. لكن فيما بعد طبعا تم اطلاق سراحهم، لكن فيما بعد تم او اراد القاء القبض على ثلاث جنرالات اللي هما شكون؟ حسين بن حديد، ودوك نقول لكم السبب وشني وراه في الحبس، الحبيب شنتوف لانه كان ما يستعرفش به كقائد الاركان، كان يقول ما يستعرفش بك وكيعيط له يقول لهم اختنا مقسم ما نهضرش معاه، يهضر طول مع رئيس الجمهوريه. نفس الشيء كان حاب يدخلوا الحبس والحبيب شنتوف كان قافز عليه تغدى به قبل ما يتعشى خرج. والجنرال الثالث اللي هو سعيد باي. سعيد باي لماذا؟ لانه سعيد باي كان مبرمج من قبل سعيد بوتفليقه والجماعه انه يتم تعيينه وزير دفاع. وزير دفاع ماهوش قائد اركان، وزير دفاع مباشره كلواء متقاعد يتم تعيينه من حق طبعا رئيس الجمهوريه من حقه يعين لواء متقاعد يعين وزير دفاع مثل ما صار مع لبن زروال، كانوا رايحين يعينوا سعيد باي وزير الدفاع واللي يحكم في القايد صالح ويعطي له الاوامر.
اذا لقيت صالح حب ينتقم منه وقال له معناتها راك انت انفضرك مع الجماعه اذا دخلوه للسجن. لكن هو ما عندوش علاقه يعني سعيد باي ما فبركش معاهم، خبروه قالوا له رايحين نعينوك وزير دفاع، ما ممكن ما على بالوش ولا ما صدقهاش ولا يقول لك ما يهمنيش. اذا دخلوا للسجن بتهمه مفبركه وهي تسليع ربوح حداد خو علي حداد ب 400 كلاش والله، وهي ربعه كلاش وماهوش كلاش، ربع تسريع ديبور دارم تاع كلاش ربعه في 94 في وقت الارهاب، لانه ربوح هذا وحداد كانوا يوردوا الخضر والفواكه واللحوم للجيش ويخدموا الطرقان في الجيش في الجبال، طلبوهم قالوا سلحوا لنا جماعتنا الخدمين اللي عندنا راهم يطلعوا للجبال وكاين ارهابيين سلحوهم. سعيد باهي بصفته كقائد الناحيه العسكريه الاولى من صلاحياته القانونيه والدستوريه انه يسلح المواطنين مثل ما سلح اي لي باتريوت هذوك المقاومين اللي كانوا يقاوموا. اذا هما قالوا له راك سلحت جماعه ميليشيات، هذه التهمه باش يعرف الشعب الجزائري الحقيقه. بالنسبه لحسين بن حديد، لماذا حسين بن حديد؟ اذا كان تتذكروا قلت لكم ان حسين بن حديد عنده مشكل مع القايد صالح في الناحيه العسكريه الثالثه. المشكله هذا وشني؟ ان حسين بن حديد لما راح للناحيه العسكريه الثالثه مصالح الامن قال لهم اعطوني تقارير واش كاين باساسيون، طبعا داروا تقارير لقى باللي كاين جندي انتحر قتل روحو. الجندي هذا علاش قتل روحو؟ قال ودي هذا الجندي قتل روحو لاخاطش ايه وشنو علاش قتل روحو؟ يا ودي ما نقدرش نقولوا لك قلنا. قالوا هذا الجندي هذا تعرض الى تحرش من طرف قائد الناحيه سابقا و الجندي قتل روحو. قائد الناحية الأول اللي كان قبلي تيتيت مع الجندي قال له إيه تيتيت والجندي غلط وعمرو قتل روحو. رفع تقرير سعيد حسين بن حديد، رفع تقرير طبعا القيادة قائد الأركان في تلك الفترة ونائب وزير الدفاع اللي كان قنيزية وقائد الأركان اللي كان محمد العماري ورئيس الجمهورية اللي كان لمين زروال، قال لهم يا ودي واش كاين القضية؟ القضية قال له يستر استر ماستر، لا خش السيد هذا راه متعودة راه وين يروح يدير نديقة، راه عنده مشكل في الوهران كي كان في الناحية الثانية، زاد درنا مشكل كي جا القوات البرية راهو في السيادة دايرنا مشكل. لقاو عنده ثلاث قضايا، هو داير 100 قضية لكن كاين ثلاث قضايا موثقة عند المخابرات، هذه تاع واحد انتحر في بشار وزوج دي زينيغري كانوا يفوتوا في الخدمة الوطنية، وهذو لي زينيغري يعني شوية فاهمين قدموا شكوى لمصالح الأمن قال لهم باللي صاحبكم راهو طيب طيب طيب. دونك التقارير هذه، التقارير هذه وين راحت؟ مصالح الأمن قدمتها قانونيا إلى النيابة العسكرية، التقارير هذه عاد من عند النائب العام العسكري السابق مدير القضاء العسكري السابق بلقاسم بخاري. ملفات هذه عنده موجوده طبعا في المحكمه العسكريه وفي الارشيف، لكن لاعتبارات بيبيبيب ما حكموش المتهم. حسين بن حديد اذا تتذكروا في اول تصريح قال باللي هذا السيد يتحرش بالجنود وطيطيطيط، اذا بقى شادها له من التصريح الاول اذا تتذكروه لما دخل اول مره. رئيس الجمهورية بوتفليقة لما دخلوا المجاهدين طلقوا قال لهم يا ودي اطلقوا خلاص، لكن لما طاح بوتفليقة قال لهم جيبوا لي جد الراس تاع جد جدو يدخل الحبس، يهضر علي انا يقول باللي انا تي تي تي، اما هذا كانوا يقولوا تي 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 تاع الصح، اذا طبعوا الحبس. هذه القضية تصفية حسابات. انا كي كنت نقول لكم تصفية حسابات كنت واثق من الكلام تاعي، دوكا اضطريتوني انني نذكر لكم قصص تي 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 تذكر لكم تي 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 تعاوشوا تي 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 ندير لكم كورتاج تاع عرس من الصباح وانا نقيط لكم ما كاش مشكل. التهمه الثانيه هذا بالنسبه لحسين بن حديد قلت لكم هاي السبه تاع تي تي، بالنسبه لسعيد باي تصفيه حسابات لانه كان رايح يكون وزير دفاع. بالنسبه للاخضر بورقعه، الاخضر بورقعه قال في مجلس خاص مع جماعته قال لهم يا جماعه انا راهو جاني واحد ضابط قال لي باللي فلان قائد الاركان راه يقول لك عاوني مع المجاهدين على فلان باش نديروه رئيس الجمهوريه عاونونا. قال له انا روح بعدني ما نعاون ما ندخل معكم مول روح بعدني امشي زعقوا. ومن بعد في تصريح رسمي اذا تتذكروا راه موجود في الصحافه الاخضر بورقعه قال لهم باللي رئيس الجمهوريه راهم مخيطين الجماعه وراهم موجودين وحوسيه فرضوه علينا.
يعني جات عيب يقول قايد صالح هو اللي داره، هو يقصد قايد صالح، لأن قايد صالح هو اللي يرسل له كما ارسل لبعض المجاهدين، قال لهم عاونونا ديروا لنا بيضوا لنا الصوره تاع فلان باش نديروا رئيس الجمهوريه، فلان هذا وشكون هو؟ تبون، كانوا حابين يديروا تبون من بكري. قال لهم الجماعه راهم موجود رئيس تاعهم ويحوسونا حنايا نصدقوا. قالوا وراك كشفتنا، اي لقاو سبه دخلوا الحبس، دخلوا الحبس. اذا هذو ثلاثه حسين بن حديد، سعيد باي، والاخضر بروقعه، تصفيه حسابات، تصفيه حسابات شخصيه لا علاقة لها بأمن البلاد أو بزيد أو بوزيد. هاي زيدكم من الشعر بيت. دونك نرجعوا لقضية اللواء علي غديري. قضية اللواء علي غديري، اسمعوا معايا هذا الموضوع، هذا مهم جدا. إذا تذكروا كنت من بين الصحفيين الأوائل الذين انتقدوا اللواء غديري لما ترشح، قلت مش هذا الخرطي، هذا السيد علم سياسيه وكان مدير مستخدمين ومع العصابه وجزء من العصابه، هذوك جاي يحوس يولي لنا رئيس، يروح بعدنا. وانتقدته وتكلمت عليه، درت فيديو حتى تكلمت عليه، لكن ما سبيتوش، انتقدته كمترشح لمنصب رئيس الجمهوريه. يعني انا كنت ضد ترشح علي غديري لرئاسه الجمهوريه، التاريخ يشهد، انا ما نبدلش رايي، مواقفي ثابته. لكن الان مدام علي غديري بريء ومظلوم ومحقور، سأدافع عنه إلى آخر قطرة من دمي. أنا ما ندافعش عليه لأنه عندي الحاسة السادسة قالت لي باللي بريء، لا، أنا عندي محاضر رسمية، عندي أدلة تثبت أن هذا الرجل بريء، وتم تصفية حسابات معاه كما الآخرين، عنده نفس الشيء، عنده مشكل مع القايد صالح قديم. أولا نعطيكم نبذة تاريخية على هذا الضابط الجنرال علي غديري. علي غديري نتكلم لكم فقط من 1986، 1986 كان تقريبا حوالي في عمره 30 سنة. هو خريج، علي غديري هو خريج القوات البحرية، هو متخرج من سلاح القوات البحرية. واشتغل لكن كان مشاغب، قافز من هذوك الضباط، كان ليوتنو قافز وشيكور وكذا، ويقرا وفاهم وسابري، سيد قاري مخمخ اللي يهضر معاه يقول له يا اسكت علينا انت عارف والو، تا ويلقى هذوك الضباط الاميين هذوك تاع لارتيكل 120 تاع فلان. دونك كان من بين الضباط الدمادم في روسهم، شافوه يقلقهم، قال لك يبعثوا عازرين هذا الصحراء تمرست، سيد متخرج من القوات البحريه بعثوه للناحية العسكرية السادسة عقوبة. راح للناحية العسكرية السادسة في 1986 برتبة نقيب كابيتان، عطاوه كشفوه انتليجون ويعرف الإدارة، عطاوه له مدير التنظيم، كان شاد مدير التنظيم في الناحية العسكرية السادسة مع الجنرال مصطفى عبيد، كان عقيد في ذاك الوقت قائد الناحية العسكرية السادسة مصطفى عبيد، ماهوش عبيد المجاهد، لا هذا واحد عقيد خرج تقاعد مش عارف لا حي ولا ميت، العقيد في ذاك الوقت طلع، نظن طلع بعد جنرال العقيد مصطفى عبيد، الى بقى في الناحيه العسكريه السادسه الى غايه 1989. 89 طلع الشرشال، اكاديميه العسكريه في الشرشال، باش يدير تخصص في اللي يسموها اكمل دراسته في شرشال التخصص. ومن بعد كي كمل من شرشال نفس الشيء عاودوا بعثوه البشار الناحيه العسكريه الثالثه كمدير تنظيم دائما، يعني مسؤول عن الاداره والتنظيم والبرسونال وهذه المشاكل، يعني لانه سيد مخمخ. وفي ذيك الفتره تعرف على الجنرال قنيزيه. قنيزيه اكتشف انه هذا ضابط شاب وانسان يعني عنده مستوى، قربوا ليه، قال لهم خلوا السيد هذايا يخدم معنا. جابوه للناحيه، جابوه لقوات البريه في 92. 92 كان في لا كشافوا، لا كشافوا بنيزيه انه متفوق ومليح، قال له انت نبعثوك تروح تدير تربص في دمشق في سوريا. 1992 راح لسوريا، كان في سوريا راح درس في المدرسه الحربيه في دمشق، يعني السيد يقرا بالعربيه ويقرا بالروسيه ويقرا بالانجليزيه ويقرا بالفرنسويه وبالعربيه، كان يقرا في سوريا مثقف بالعربيه. قلنا راح لسوريا، بعد ما رجع من سوريا جاء في 92 كي كمل، يعني راح ما بين 90 ل 92 لسوريا، كي رجع من سوريا 92 اشتغل في القوات البريه السي اف تي كمدير للمستخدمين، شاب بيرسونيل
في السيارتي من 92 حتى النهاية 94 95. 95 زاد راح تربص لموسكو. في موسكو تلقى تدريب في الأكاديمية الحربية المدرسة الحربية، ويعتبر الجنرال علي غديري هو الضابط العربي الوحيد، الضابط العربي الوحيد الذي سجل اسم أو اسمه بأحرف من ذهب في الأكاديمية. في الجدار تلقاه حيط هكذا اللي مبني أحسن الضباط النجباء الممتازين اللي تخرجوا من الأكاديمية، علي غديري. المقدم علي غديري كأصغر ضابط وأول ضابط عربي يتسجل اسمه بأحرف من ذهب في السجل الذهبي، يعني باش تعرفوا التاريخ. في 2000 رجع نفس الشيء للسيارتي، ومن بعد من 2000 ل 2005 كان مدير المستخدمين في وزارة الدفاع طبعا، ثم هو اللي طبرك وهو اللي هندس قانون المستخدمين، العسكريين. وش يقول؟ يقول انه ضابط يوصل سن محدد 60 سنة او يخش تقاعد، وكان يقصد في هذا الجنرالات الكبار يعني جنايزية ومحمد وسموه هذا وسموه القايد صالح، وهذا هو اللي فاتوا 60 سنة قال لهم وصلتوا لا تخرجوا. رئيس الجمهورية مضى في هذا القرار إلى تذكروه في 2004-2005، لكن بعد الوعكة الصحية كيرجع وطمع في العهدة الثالثة جمد القانون هذا، قانون المستخدمين جمدوا. وراكم تشوفوا قائد الأركان في عمره 80 سنة. من أجل هذا القانون اللي داروا علي غديري كان عنده مشكل مع قائد الأركان إلى غاية خروج وتقاعد. اللي كان مساندو وكان واقف معاه كانوا كاين اثنين، جنرال جنايزي الله يرحمه وجنرال توفيق، لأنه كان يؤمن بقدراته وكفاءته، كان مساندو مع رئيس الجمهورية يقول له هذا الضابط هو اللي راهو شدنا البيرسونال وهو اللي راهو قائم بالحالة، إذا خليه. كل مرة يجي نحوه يقول له خليه، على بهذا يقولوا محسوب على التوفيق، والتوفيق ما عنده حتى علاقة به، يعني علاقته أنه التوفيق لقاه أنه إنسان كفؤ كان يدافع عليه مع الجنرال جنيزية. هذو زوج كانوا يدافعوا عليه ضد قائد الأركان. المهم إلى غاية 2015 كشاب اللي توفيق خرج وجنيزية مات، عرف روحه بلا حين يذبحوه، قدم استقالته. المعلومات اللي عندي من عند الضابط كان حاضر معاهم في اليوم اللي جاء قائد الأركان باش يحيل الضباط على التقاعد، يقرأ قال لهم يحال الجنرال اللواء فلاني على التقاعد، يعني أمر رئيس الجمهورية بإحالة فلان على التقاعد، كيوصل الغديري قال أمر رئيس الجمهورية بإحالة اللواء علي غديري على التقاعد، قالوا علي غديري هو اللي ناط، قالوا حبسها سيدي ربي. هذه حكاها لي ضابط، قال لي الضو، قال لي طالوا القرموط، قال له حبس سيدي ربي. تخيلوا علي غديري يقول القائد الاركان يقول له حبس سيدي ربي، ايه قال له انا ما نحانيش رئيس الجمهوريه، قدمت استقالتي. قال لك جاوا قعدوا في البروتوكول، قال لهم لا انا قدمت استقالتي، اذا لازم تديروا بناء على طلب، انا قدمت استقالتي، ما نحانيش رئيس الجمهوريه انت، انا قدمت استقالتي. هذيك اللقطه هذيك لم يخطر القايد صالح لغديري هذه اللقطة أمام الضباط، ويقدروا كبار الجنرالات اللي كانوا حاضرين والعقداء اللي كانوا حاضرين اللي خرجوا التقاعد يقدروا يشهدوا هذه الشهادة، لأنه اللي حكى لي ضابط ثاني قال لي كنت حاضر نهار اللي قال له حبس إيه سيدي ربي أنا ما نحنيش رئيس الجمهورية قدمت استقالتي. إذا الصراع ما بين قائد الأركان وعلي غديري قديم. الآن لماذا تم إدخاله السجن؟ نعطيكم القصة وشين الحقيقية. القصة الحقيقية هي أنه مديرية المخابرات الداخلية ومصلحة التحقيق القضائي طبعا مع مديرية المخابرات الداخلية والأمن السياسي وكذا، كانوا يتبعوا في واحد رئيس حزب اسمه هذايا قواسمية حسين، كانوا يتبعوا فيه لأنه يروح بزاف للسفارات، يسافر بزاف للخارج، يتلقى مع بزاف مسؤولين، كانوا يراقبوا فيه كما يراقبوا رؤساء الاحزاب كامل. حتى واحد المره اكتشفوا انه على علاقه، وصلتهم بعض المعلومات على علاقه بواحد المسؤوله
في السفارة الإسرائيلية في باريس. وصلتهم معلومات أن هذا رئيس الحزب يقابل مسؤولة في جهاز المخابرات الإسرائيلي تشتغل في السفارة الإسرائيلية في باريس، تقابل معها أكثر من مرة، وعنده تليفونها وعندها تليفون وعندها إيميل، شكوا فيه، قدموا طبعا كتابة لوكيل الجمهورية العسكري، قال لهم فتشوه طبعا، والله المدني التعدال البيضاء لأنه هو مدني طبعا، قال لهم طبعا وقفوه وشوفوه، راحوا وقفوه. هذا رئيس الحزب هذا يوقفوه في التاريخ اللي وقفوه فيه، باش نعطيكم هذه لأنه هذه مهمة جدا. وقفوه في 8 جوان 2019 الجوان اللي فات، وقفوه من داره في المحمدية في العاصمة يعني حراش، شدوه 12 تعليل راحوا ليه للدار، داروا له مداهمة بيركيزيسيون، شدوه داوه حقوا معاه كذا كذا، قالوا له احنا عندنا معلومات انك انت فلان كذا كذا، قال لهم ايه. بعد وش يكتشفوا؟ شوفوا المهزلة اللي البلاد عايشة فيها، يكتشفوا ان هذا الشخص اللي راهو قدامهم ما اسموش قواسمية حسين، اسمه الحقيقي قواسمي، او اسمه قاسمي، اسمه الحقيقي قاسمي حسين، قاسمي حسين، وعنده سوابق عدلية ومحكوم عليه بالسجن المؤبد، وعنده قضايا في عنابة وفي الحجار. هذا قاسمي حسين عنده قضايا قديمة من الثمانينات التسعينات حتى الألفين، قرر يدير حزب سياسي ويدخل السياسة، لأنه إنسان بلعاط ستانيسكو بصراحة، يعني حسب الملف ستانيسكو. وش يروح يدير؟ يعرف واحد في عمره 60 سنة كبر منه شوية اسمه قواسمية حسين، تقريبا نفس الاسم قواسمية حسين، وهذا قواسمية حسين إنسان ما عنده حتى مشاكل، بريء، راح ليه عطاله مصروف 4 ملايين 5 ملايين، وشاف جماعة يخدموا في البلدية في عنابة، وقال لهم زوروا لي الاوراق، راحوا خدموا له اكسترنيسونس وفاميليار والاكسترنيسونس وسموها لاكارت ناسيونال والبيرمي وكل شيء، خدموا له على اسم قواسمية حسين، ماشي قاسمي حسين، قواسمية حسين. كي اصبح اسمه قواسمية حسين الان ما عندوش سوابق عدلية، الكازي تاعو نظيف، راح دار دوسي قدمه لوزارة العدل، كان يتواصل بزاف مع دحوة القابلية، قدم وزارة العدل وزارة الداخلية دحوة القابلية، وعطاولو اعتماد حزب سياسي اسمه حزب حزب النور، واسمه ايه، اسمه حزب منبر جزائر الغد، منبر جزائر الغد هذا يعطاولو اعتماد في وزارة الداخلية. ومن بعد وصل بالمعارف مع العربي بالخير في الرئاسة، ومنه وشكون اللي وصلوا العربي بالخير؟ وصلوا واحد الله يرحمه اللي اسمه احمد بن سعيد، او مات الله يرحمه، هذا كلية الشهيد تعباتنا بريكة، احمد بن سعيد هو اللي كان صاحبه، وصلوا العربي بالخير، عطالوا دوز ابارتومون في المحمدية قريب من وزارة التجارة، وين اللي ما بتاع وزارة التجارة، عطالوا ثم دوز ابارتومون سقمهم، واحدة دارها مكتب بير، وواحدة دارها سكنة، واحدة ساكن فيها وواحدة دارها مكتب، وبدأ يربط في العلاقات. في مرة من المرات يتصل، هذا اعترف، هذا الكلام اللي نتكلم فيه هذا راه يعترف عليه غدير، راه يقول باللي السيد هذا واش عرفته والمحضر تاع المخابرات. في مرة من المرات كان يتعشى عليه غديري في مطعم في رياض الفتح، يروح ليه هو وجماعة يتعشوا فيه، تعرف مع هذا السيد هذا يعرفه، شافوا الجنرال غدير راح ليه، قال له انا قدم له نفسي، قال له انا يا قواسمية حسين رئيس حزب السياسي وكذا، كش ما تحتاج راني هنا وكذا، قال له اوكي معرفة خير متشرفين. ثم علي غديري كان ناوي يترشح، كان يفكر في الترشح الى الانتخابات الرئاسية، يعني كان محتاج الى رؤساء الاحزاب والجمعيات يعاونوه، عطاه التليفون، بقاو يتليفونوا لبعضهم. في مرة من المرات كان الجنرال حسين بن حديد الجنرال علي غديري كان رايح في طريق المحمدية، طريق دار البيضاء باب الزوار، تفكر باللي هاو السيد هذا يسكن، ثم عيط له قالوا سي قواسمية راك هنا، ايه، قالوا في المكتب، قالوا لهم ماذا نتلاقاو، قالوا روح ليا نتلاقاو في القهوة الفلانية، جا تلاقاو في القهوة سقاو، ومن بعد قالوا تروح معايا للمكتب، راح معاه للمكتب. كي راح معاه للمكتب حضوا في المكتب، السيد أول مرة يتلاقى معاه فصفص، دخل المكتب علي غديري يقول، قال لهم دخلت المكتب نلقى السيد متصور مع سعيد بوتفليقة، مع أويعيا، مع شخصية سياسية، مع رؤساء أحزاب، أنا قلت سي فري السيد هذا دولة،
قال له انا راح نترشح وتعاوني في، قال له ما كاش مشكل نعاونك في الاستمارات، نعاونك في كذا، نعاونك في، ما كاش مشكل يا با بروبليم. بقاو يتواصلوا مع بعض. كي بقاو يتواصلوا مع بعض مره على مره يزوروا، كي يزوروا مره على مره، يعني علي غديري يزور المكتب هذا يا مره على مره، من بين المرات راح ليه مع الجنرال المتقاعد قريد العياشي وشخص اخر اسمه عبد القادر من الودادية الجزائرية بفرنسا، راح ليه في مكتب نتاعو في واسمها في المحمدية. نعطيكم العنوان بالضبط، العنوان بالضبط هو مقر السكن كائن بحي الموز، عمارة رقم 8، عمارة 8، الشقة رقم 257، زرهوني مختار، المحمدية، الجزائر العاصمة. كان راحوا ليه في هذا المقر تاعو، كي راحوا ليه في المقر تاعو هذايا كانوا جماعه يجوا يتقابلوا مع هذا قواسميه اللي هو شخصيه وطنيه، من بين الناس اللي كانوا يروحوا اللي شافهم، يعني علي غديري قال انا شفتهم يروحوا ثم عنده بالفعل. مثلا نعطوا مثال اسماء معروفه، كاين الجنرال المتقاعد قلنا علي غديري، كاين العقيد المتقاعد خلفاوي محمد، كاين العميد المتقاعد اللي هو جنرال بتول ابراهيم، كاين العميد المتقاعد التلي عبد السلام كان المفتش العام في قياده الدرك الوطني، كاين العميد المتقاعد حلاب اسماعيل كان في الدرك الوطني، انا نعرفه شخصيا كان مكلف بالاعلام في التسعينات، في وقت التسعينات عميد جنرال متقاعد واسمه حلاب اسماعيل، قلنا اسماعيل حلاب، وكان معاهم مبروك خديجية أو مبروك إيه خديجية مفتش عام للشرطة في البليدة، كاين كبرين مجيد محافظ رئيسي للشرطة، كاين الأخضر البصيرية محافظ رئيسي للشرطة، كاين بالإضافة إلى أسماء كبيرة اللي حضروا عند هذا قواسمية في المقر تاع الحزب نتاعو، يعني السيد شخصية وطنية. من بين الامور اللي صرات في مكتب هذا قواسميه اجتماع ضم عبد الكريم عباده والهادي خالدي، هو يقول عبد الكريم عباده وهادي خالدي تلاقاو عنده في المكتب باش يديروا انقلاب ابيض على سعيداني. الوثيقه هذيك اللي داروها الهادي خالدي وعبد الكريم عباده باش ينحيوا سعيداني يديروا له انقلاب، داروها في المكتب تاع قواسميه حسين. اذا هذا شخصيه عامه. هذا قواسمية قلنا لما شدوه طبعا وقال لهم باللي يجيبوا لي فلان وفلان وفلان، المعلومات دوكا الرسمية اللي راح نقولها لكم، داروا تقرير تاعهم وقدموه إلى مدير الأمن الداخلي عبد القادر، كان مدير الأمن الداخلي جنرال عبد القادر، عبد القادر طبعا أصبح تابع إلى قائد الأركان، دار تقرير مفصل وقدمه إلى قائد الأركان في خلال 48 ساعه، لانه هذا قواسميه كي لقاوه بلي داير ترافيك وعنده علاقات مع هذه المستشاره في السفاره الاسرائيليه وعنده علاقه مع بعض السفراء يتقابل معاهم ويجوا عنده ويزور كثير باوروبا، راح فرنسا المانيا راح حتى الامريكان، راح يعني كان ما يخلي حتى بلاصه، عنده زين تاع حليب وعنده زين تاع نتاع مش عارف تاع فرماج وعنده كذا، المهم داير زافير ربي يعاون. هذا لقاو عنده قضايا دخلوا الحبس. كي دخلوا الحبس وقتاش؟ يوم 8 جوان 2019، تقارير قدموهم الى قياده الاركان، قائد الاركان كي شاف القائمه، القائمه واش قلت لكم فيها تقريبا على الاقل واحد الربعه ولا خمس جنرالات وعقداء وضباط في الشرطه ويعني ومسؤولين سياسيين وخالدي وعباده وفلان وفلان، يعني فيه ناس بزاف اللي تعاملوا مع هذا رئيس الحسب قواسميه كامل يعرفوه. كي خزر القائمة قال لهم جيبوا لنا علي غديري. كيفاش جيبوا علي غديري؟ قال لهم لقاو له التهمة. شنو لقاو له التهمة؟ قال قول بلي جابوا له استمارات، قال يا ودي راه يقول بلي ما خدمتوش انا استمارات، كنا متفاهمين باش نجمع له استمارات لكن ما جمعتلوش. المتهم الرئيسي يعترف بلي ما جمعلوش، وعلي غديري يقول لهم نعم طلبت منه يعاوني لكن ما جاب لي والو. ما جابليش استمارات، ما جابليش، احنا كنا من الاول وش نقولوا؟ كانوا يقولوا لنا باللي تصوير استمارات، ظهرت انه المحضر الرسمي اللي راهو امامي انا لا يوجد
تزوير استمارات، اصلا ما عطاوش استمارات، يعني ما جابلوش هذا هذا قواسمية حسين ما جابش لعليق ديري ولا استماره واحده، يعني ما كانش تزوير. كانت نيه انه يجيب له استمارات لكن ما جابلوش. الحاجه الثانيه كانوا يقولوا لنا باللي فيه تخابر وكذا وكذا، معاه من التخابر، تخابر عليق ديري ما عندوش، لانه سالوه قالوا له راه نيكولا بو هذاك الكلب هذاك الفرنسي الصحفي تاع الموقع، قال له راه يقول بلي تقابل مع، انت تقابلت مع بعض المسؤولين في السفاره الامريكيه، السفاره الامريكيه في باريس. قال لهم ابدا، قال لهم اعطوني دليل انا عمري. قال لهم تروح لباريس؟ قال لهم ايه روح لباريس، انا المراه نتاعي مريضه عندها مرض السرطان، ربي يشفيها، مرت الجنرال غديري معروف انها مريضه عندها مرض السرطان. قال لهم انا نروح لباريس باستمرار، ندي مرتي تعالج، نروح لباريس يعني زيارات طبيه صحيه لمرتي. عمري ما تقابلت مع اي اجنبي في باريس، اذا كان عندكم دليل اني تقابلت مع واحد جيبولي. قالوا له نيكولا بو راه يقول، قال لهم هو يقول بصح جيبوا لي دليل. قالوا له واش هذا يا قواسمية عنده علاقه مع المستشاره في السفاره الاسرائيليه؟ قال لهم انا عمري ما نعرف هذا السيد باللي عنده علاقه، وعمري ما تلاقيت معاه خارج الجزائر، انا قلت لكم نعرفه في الجزائر. وهي القضيه كيفاش عرفته في مطعم في رياض الفتح، طلب مني باش يعاونني، قلت له مرحبا كنت محتاج يعاونني، ما عاونيش، كنا نتلاقاو عنده في المكتب بالفعل، ورحت له انا وفلان الجنرال الفلاني والعقيد فلاني، ورحت معنا صحفيه اسمها حده، كاين صح ماهيش حده حزام، حده اخرى، رحت معاهم صحفيه ثانيه كانت حاضره معاهم، قال لهم لكن علاقاته مع الناس وكذا ما على باليش، لا في الخارج لا في الداخل، عمري ما على بالي بلي عنده علاقات. قالوا بصح هو عنده علاقات مع المخابرات الاسرائيليه، مع السفاره الاسرائيليه. قال لهم هذه مشكلته، رئيس حزب معتمد، انتم عاطينه اعتماد الدوله، يخرج ويدخل، واش دخلني فيكم؟ قالوا له المهم احنا رانا شاكين باللي عندك اتصال مع مخابرات اجنبيه، وراهم يقولوا نيكولا بو راه يقول بلي تقابلت مع بعض المسؤولين في السفاره الامريكيه في باريس، احنا يا خويا سمح لنا ندخلوك الحبس، ومن بعد الا كان لقيناك بلي ما كانش منها، الا كملنا التحقيق لقينا ما كانش منها، سمح لنا نخرجوك خلاص. دخلوه الحبس يوم 12 جوان 2019، يعني اربع ايام ما بين النهار اللي شدوا فيه قواسمية حسين وحقوا معاه وقال لهم ها فلان وفلان 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 يجيني، اذكر لهم 455 واحد يجيه للمكتب ويعرفهم يعرفوه. ركزوا هما طول على علي غديري. لماذا علي غديري؟ لانه عنده تصفيه حسابات مع قائد الاركان جاي صالح. جاي صالح قال لهم خطونا من هذوك خطينا من هذاك الجنرال الفلاني والكوموندو، خطينا منهم هذو، وانا ركزوا لي جيبوا لي علي غديري. راحوا ليه زوج من الناس، انا يحكي لي عقيد هو اللي قال لي، قال لي بن زديره راحوا ليه زوج من الناس، قال لي راح ليه الجنرال بوسيس مدير القضاء العسكري، والجنرال عبد القادر مدير الامن الداخلي. قالوا يا حضره الفريق سي غديري هذا واش التهمه اللي نديروها له؟ قالوا دابا راسكم، قالوا راه بتهمه ما تدخلونيش، جيبوا لي قسامه. قلت لهم دخلوه دخلوه يا حضرات، واش نقولوا السيد واش نهي؟ يعرفوا ايه يعرفوا، قال لهم قالوا له تهمه، خلقوا له تهمه، خلقوا له تهمه التخابر مع مصالح اجنبيه. هي التهمه اصلا التخابر، هي اصلا ما كانش حتى هذاك النصاب اللي يسكروا هذاك قواسمية اللي من طافيكي مزور ما عندوش تخابر باش يتخابر، ولكن عنده علاقه مع المسؤوله في المخابرات الاسرائيليه اللي اسمها، نعطيكم اسمها باش ما يقولكش يعني باش ما يقولوش رانا نلف اوف التهم، ولا نعطيكم اسمها بالضبط، وراهي 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 دقيقه من هي اوكي انا خارجيه الوريد الله غراج بالتاع بلا جاتكم غراج بالتاع باش نعطيكم الاسم تاعها، واسمها بون كان نحكي لكم على قضيه واسمو الجنرال الغديري مع واسمو العربي ومع فلان ومع فلان ولا مع يزيد زرغوني ولا مع القصص كامل، لان ما تهمناش، يهمنا وراهي مع السفاره الاسرائيليه اسمها سيفورا كوهين. سيفورا كوهين هذه مسؤوله في السفاره الاسرائيليه بباريس،
عمرها 32 سنة. فشلون 32 سنة؟ تعرف عليها في عام 2016 أثناء زيارة لأحد المعارض التجارية بالعاصمة الفرنسية. كان في زيارة المعرض التجاري في باريس، تقابل مع هدية سيفورا كوهين. هذا هو اسمية يعرف واحدة إسرائيلية تشتغل في باريس اسمها سيفورا كوهين. لكن غديري واش دخلوا ويعرفها في 2016. المهم أنه غديري يعرف نسيب مول الباش اللي جار بن عم قواسمية حسين، اللي يعرف بنت خالة بنت عم جارة بنت عمة خالة اللي المكلفة بمهمة السفارة الإسرائيلية، يعني سلسلة مادام عنده ريحة ريحة دخلوا عزلوا الحبس حاسبوني بيه. هذه هي القضية، هذه هي القضية للأسف. علي غديري أنا أمامي ملف موثق بالامضاء. هذا الملف شكون اللي دايرته؟ دايرته مصلحة التحقيق القضائي، المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي لمدينة الجزائر، مدير العام للأمن الداخلي جهاز مخابرات. هذا محضر تاع الضبطية القضائية تاع جهاز مخابرات. هاي التهم اللي يقولوا انه هذا قواسمية حسين انسان مزور، سيد مزور اسمه، داير حزب سياسي، يدخل رئاسة الجمهورية، يتلقى مع يحيى، تلقى مع يحيى، دار معاه الحوار، يتلقى مع الاحزاب. نشرت لكم صورته مع عمار غول في لجنه مسانده رئيس الجمهوريه بوتفليقه للعهد الرابعه والخامسه، والسيد شيكور في الدوله باسم مزور، واحد محوس عليه، وواحد دكتور قضى حياته شبابه ضيعوا في الخدمه الوطنيه في خدمه الجيش الجزائري، ونال رتبه افضل ضابط عربي في الاكاديميه العسكريه المدرسه الحربيه في روسيا، إنسان وطني، دكتور في العلوم السياسية، إنسان نظيف، ذهب يدخلوه الحبس بتهمة عندنا معلومات أنك تتخابر مع المخابرات الأجنبية الأمريكية. غديري قال لهم أعطوني دليل، أعطوني إثبات أني تقابلت معك شنو واحد. تقابلتش باريس نروح ندي مرتي مريضة ربي شافيها نديها الداوي صح، لكن عمري ما تقابلت مع واحد. إلا عندكم دليل، صورة، صوت، شهود، هاي عندكم السفارة الأمريكية، روحوا سقسوهم إذا كان عرفت شنو واحد منهم. حتى واحد كذا اتهموني أنا بالتخابر. سيد مقضي حياته كامل في الجيش الجزائري برتبة لواء جنرال ماجور، تجي الآن تتهموا اتهامات باطلة. هذه التهمة نتاع غديري، التهمة تاع غديري أنه يعرف واحد رئيس حزب نصاب. هذه التهمة، هذه التهمة، واحد يخرج براءة. لكن السؤال، من يعوض؟ من يعوض أيام الحرمان اللي عاشها بويو؟ شفناه في المسيرات، شفناه كيفاش يعني بويو في آخر عمره يسجنوا له بنو اللي ضحى بحياته من أجل الجزائر. هذا علي غديري ضحى بأحلى أيامه. الغريب في الأمر يا جماعة، باش ما نزيدكمش ونختم لكم بهذه، علي غديري دفع الثمن ماهوش وحده، دفع الثمن هو وولاده، بنته طبيبة في عين نعجة، أصبحت مهمشة وأصبحت في القائمة السوداء لبيها غديري جنرال الدبايك، جبدوا عملية ما تخدمش معنا، وعنده بنو نقيب مسكين بعثوا له تم راس ثاني عقوبه. وليد غديري كابيتان في الجيش، عقوبه لانه بيو غديري رحلوه. نفس الشيء في سن بيو 30 سنه رموه لتم راس، هو نفس الشيء في عمره 30 ولا هكذاك، كابيتان نفس الشيء رموه لتم راس، راهو في الصحراء يقضي عقوبه، عقوبه على جال بيو اللي ضحى من اجل الجزائر. ومن بعد كيجوك تحاحنا المرخص الكلاب والقطط المشردة، يقول لك ابن زديرة تراك تنتقد في المؤسسة العسكرية. يا تحاحنا، هاي المؤسسة العسكرية، هاي المؤسسة العسكرية قدامكم، ها هو لواء من أنظف الألوية، هذا ندافع عليه، هذا كتلقاوني ننتقد فيه ونسبه ونتهمه، قول لي ابن زديرة خاين وعميل وما تسواش. بصح كي نهضر على واحد بالفعل فاسد وعندي أدلة، فاسد اخلاقيا، يتعدى على الجنود، يغتصب الجنود،
نعم القايد صالح متهم رسميا عند القضاء العسكري وعنده 3 ملفات بالتعدي على الجنود، ومعروف انه انسان يمارس اللواط مع الجنود. ها يبدأ من عندي انا الرسم. انا كنت كنت كلمكم بالادله، خاطرش ما عنديش 3 ملفات ادانه ضد قاعد الاركان بممارسه اللواط على جنود ما نتكلمش، لانه نعرف انه ربي سبحانه يحاسبني يوم القيامه يقول لي بن زدير هذه شهاده زور، لكن انا عندي ادله. تقول لي بن زدير اعطينا الادله، نقول لكم عيب ما نقدرش نعطيكم اسماء الضحايا اللي قتل روحهم مسكين، جندي انتحر وزوج دي زيميغري دوكا راهم رجال بعمرهم 50 سنه وشحال، تعدى عليهم قائد الاركان لما كانوا يقدموا في الخدمه الوطنيه. وما زال لحد الان يمارس اللواط على كثير من الجنود عنده وكثير من اشباه العسكريين، هذا الشيء معروف. كامل يعرفوها. جنرال بن حديد قالها دخلوا الحبس. هذا ما ندافعش عليه. انا لا ادافع على قائد فاسد. اخلاقيا وماليا وسياسيا وعسكريا. في الملفات القادمه راح نتكلمكم على صفقات السلاح وتبديد اموال وزاره الدفاع والمتهم فيها 3 من الناس. ميزانيه وزاره الدفاع يلعبوا بها 3 من الناس. الاول الاساسي اللي هو الجنرال عكروم، لانه الميزانيه تجي عنده في مديريه الجنرال علي عكروم. قبل كان يتحكم في الميزانيه عبد الحميد غريس، ومن بعد القايد صالح طلعوا في الرتبه رجعوا امين عام وزاره الدفاع. الان اللي راهو في منصب عبد الحميد غريس هو علي عكروم. واش لاغم هذاك؟ هو اللي راهو يتصرف في ميزانيه وزاره الدفاع ملايير الملايير الدولارات. في الرتبه الثانيه الذي يعقد صفقات السلاح بالملايير ويدي نسبة تاعو هو والقايد صالح في روسيا، الجنرال دبي. الجنرال دبي، بعد نحكي لكم هذا الجنرال دبي وشكون هو وماذا يمثل في وزارة الدفاع، نحكي لكم بالتفاصيل وبالأدلة. والجنرال الثالث الفاسد الذي يعقد الصفقات مع الإمارات ومع دول أخرى، الجنرال رشيد شواقي اللي حاكم الصناعات العسكرية وخاصة مصنع مرسيدس اللي يستهلك ملايير الملايير الملايير، واللي يتحكم فيه وليد القايد صالح هو اللي يجيب له بيس ديتاشي من طرافيكي من المروك، هو الذي يقف وراء مقتل وزير التجاره السابق بختي بن العايب الله يرحمه، هو اللي قتله. نعم خلاص خلاص تعبنا، لازم نقولوا الحقيقه للشعب الجزائري ولازمنا نكشفوا كل الحقيقه بالشعب الجزائري يعرف لماذا نحن ضد القياده الفاسده ولماذا نحن ضد إجراء الانتخابات في ظل قيادة فاسدة. ما زالت المهلة. احنا قلنا باللي شرطنا الوحيد للاستمرار في نهج الانتخابات الرئاسية هو أن القايد صالح يقدم التزام رسمي أمام الشعب الجزائري أنه ينسحب من المشهد مباشرة بعد انتخاب رئيس الجمهورية. السمانة الأولى انتخبوا رئيس الجمهورية ينسحب، إذا كان ينسحب أوكي نقدروا نتناقشوا على موضوع الانتخابات، إذا لم يلتزم القايد صالح بالانسحاب على الشعب الجزائري أن يستمر في الحراك ويطالب برحيل القايد صالح آجلا وليس عاجلا. بالعكس عاجلا وليس آجلا. الشعب الجزائري لازم يطالب برحيل القايد صالح هو الأول، ما يهمنيش يروح بدوي أو روح عبد القادر بن صالح، ما يهموناش لأنه خضرة وقطعة. احنا اللي يهمنا هو اللي روح رأس العصابة اللي راهو هو اللي يتحكم في زمام الأمور في الجزائر وهو قائد الأركان نائب وزير الدفاع القايد صالح. مطلبنا الأساسي هو رحيل القايد صالح فورا، أو الأقل يدير لنا أجندة قال ينتخب رئيس الجمهورية نروح، التزم أمام الشعب الجزائري أنه يوم 15 ديسمبر الانتخابات يوم 12 يوم 15 يوم 20 ديسمبر قبل نهاية السنة، السلام عليكم. إذا كان يكون راجل في حل ويقول ننسحب من المشهد أوكي نكمله، وإلا أطالب الشعب الجزائري كمواطن جزائري أنا مش مسؤول، أطالب الشعب الجزائري بالاعتصام أمام بيت لمين زروال حتى نلقى له حل، لأنه هو اللي ورطنا، اللي شبكنا يخلصنا. لمين زروال هو اللي ورطنا، روحوا سكروا له داره، ما يخرج ما يدخل ما يسقى ولا يشرب. انا حتى نحترم لمين زروال، بصح هو اللي ورطنا هو اللي حل المشكله، روحوا سكروا له داره حتى يلقى لنا حل. دبر راسه.